بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد أحببت أن أستوقفكم مع هذه الآية أيها الأحبة، العظيمة جدا والتي أنا أرددها كثيرا، آية الوقاية من المكر. إذا كان هناك من يمكر بك، أو تظن أن هناك من يمكر بك، أو هناك من يحاول أن يؤذيك، فإن هناك آية في القرآن يمكن أن تحفظك من هذا الشر، بل أكيد ستحفظك، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا آيات فيها مجموعة من القوانين، إذا طبقتها سوف تأخذ النتيجة. إنه رجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه، وكان يحاول جاهدا أن يقنع قومه ويقنع فرعون أن يؤمنوا بالله العظيم، وأن هناك إلها واحدا قادرا للكون، وأن النار بانتظارهم إذا لم يؤمنوا. ولكن هذا الكلام لم يعجبهم، فبدأوا بعمل مكر بالنسبة له، وحاقوا عليه المؤامرات، وحاولوا أن يقتلوه ويتخلصوا منه. ماذا قال هذا الرجل عندما يأس منهم؟ آخر شيء صرح بإيمانه بالله عز وجل وقال لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لقد سلمت هذا الأمر لله عز وجل، أنتم تمكرون بي لتتخلصوا مني، ولكنني أنا معي الله، سلمت أمري إلى الله عز وجل. الله بصير بكم، يعلم مؤامراتكم، يعلم ما تمكرون، إني وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ويبدأ القانون الإلهي يأخذ مجراه على الفور، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب مباشرة. أيها الأحبة، يعني أنتم الآن أمام معادلة رياضية، معادلة واضحة جدا. إذا فوضت أمرك إلى الله سوف يقيك الله سبحانه وتعالى من شر من يمكر بك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، يساوي فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أي واحد منا أيها الأحبة يتعب عندما يعلم أن هناك من يحسده على رزقه، يتعب كثيرا ويتألم عندما يعلم أن هناك من يحاول أن يؤذيه أو يمكر به ليصيبه بشر ما. هناك من حولك بشكل دائم، على الأقل هناك شياطين يمكرون بك، وبالتالي فإن قولك لهذه الآية باستمرار، كلما خفت من شيء قل وأفوض أمري إلى الله، كلما شعرت بأن هناك مرض يريد أن يتغلب عليك فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أحسست أن ابنك لا يريد لك الخير فوض أمرك إلى الله. إذا كان هناك مشاكل في البيت مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأهل، مع الجيران، فوض أمرك إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى البصير بكل شيء، بصير بك ويعلم ما في قلبك، وبصير بهؤلاء، سوف ينجيك ويحل مشاكلك ويخلصك من هذه الهموم ومن هذا المكر. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وأخيرا أيها الأحبة، رجاء احفظوا هذه الآية كما تحفظون أسماءكم، وكرروها وبخاصة قبل النوم، لأن هذه الفترة تخاطب العقل الباطن، على فكرة لها تأثير. قبيل النوم إذا أصابك قلق وهموم وتفكير بالمشاكل التي حولك، قل
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.